MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi as-sami'il alim. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَسَىٰ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ ادْخُلِي مُدْخَلَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذاق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا نَرَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك ونحر إنهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي ويا صاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء. قلت السلام عليك يا أبطا يا رسول الله أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لعمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: اعلموا يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرهك السلام ويأخذك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم كنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله بعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفول عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، وفي لأهل الأرض
وفي دمع من شيعتنا ومحبينا إلا فنزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة فعلى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي دبع من شيعتنا ومحبينا وفيهم هموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة ولنبلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بمحمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين ولتسعة المعصومين من ولد الحسين عليه السلام بار الہ اپنی عزت جلال تواسطے سرکار محمد علیہ السلام انہاں دی آل اطہار دا واسطے بے نیاز بادشاہ ساری قلیل عبادت تیرے مقدس کلام قرآن پاک دی تلاوت حدیث مبارکہ حدیث کسا دی تلاوت بانیان پرسا اراکین سپاہ عباس علمدار علیہ السلام دا اہتمام جنہیں جنہ سادات مومنین نے پرسے دم نے دل میں سخنے حصہ کی دے تمام دی محنت اپنی بارگاہ عالیہ عبادت شمار فرما شرف قبولیت عطا فرما
বেনিয়াদ বাদশাহ আরাকিন সিফাই আবাস আলমদার হমেশা আপনি হদফ ইচ কামিয়াব ও কামরান ফরমা বারে লাহ ইনা দি জান মাল আল ওলাদ দি হিফাজত ফরমা হাজিরিন জমি মোমিনিন মোমিনাত দে হাজাত পুরে ফরমা বেবাহা রিজক আতা ফরমা রিজক হালাল ওসত বরকত আতা ফরমা হজ ও জিয়ারাত দি শাহাদত নসীব ফরমা বারে লাহ জিনা বিরাদরান নে বজুরগান নে পুরসে দি বুনিয়াদ রাখি আই জিতনে আফরাদ জহান ফানি তো রুখসত ফরমা চুকেন উনা তমাম মরহুমিন দে হাজিরিন দে মরহুমিন দে জমি সাদাত মুমিনিন দে মরহুমিন দে আরাকিন দে মরহুমিন দে গুনাহান সগীরা ও কবীরা মাফ ফরমা চাহারে দা মাসুমিন আলাইহিম সালাম দে সায়ে জগা আতা ফরমা মাহদুমা কায়নাত দি শিফাত নসীব ফরমা বারে লা সারে সগীরে কবীরে গুনাহ মাফ ফরমা বারে লা বেরোজগারা কো বরসরে রোজগার ফরমা তক দস্তা কো ফরাখ দস্তি আতা ফরমা মকরুদা দে কারজ আদা ফরমা বে ঔলাদা দে ঝোলিয়া ঔলাদ নারিনা নাল মুজ্জিন ফরমা তমাম মরিজা কো সেহত ইয়াব ফরমা সিফাত শাহ কো শিফা কামিলা আতা ফরমা বাহর মে আকা দা জলদ জুহুর ফরমা দোই মসজাব ফরমা তকব্বল মিন্না দোয়ানা ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম বেজাহ নবী মুহাম্মদ ওয়া আলিহিল মাসুমিন বিফাদলিকা ওয়া রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন মাশাল্লাহ মোমিনিন তমাম মোমিনিন তো মুলতমিসা যে পিছা মৌজুদ হন যা আতরাফ তে পিন্ডাল তশরিফ গেনো তোমার বড়ি মেহরবানি হো সী তাকে মুনজ্জম কারওয়াই দা বাকায়দা সিলসিলা জারি রাখে হুন তোমাদের সামনে জাকিরে আলে বেত সৈয়দ সমর আবাস শমসি সাহেব খিতাব ফরমেসেন ইনা তো বাদ জাকিরে আলে বেত জান আলী শমসি উনা তো বাদ জাকিরে আলে বেত মুনতজির মেহদি উনা তো বাদ জাকিরে আলে বেত সৈয়দ জিশান হায়দার শমসি উনা তো বাদ জনাবে মৌলানা আসকরি মুকদ্দসি সাহেব তে আখির তে শবিয়ে তাগুত জনাবে আবুল ফজল আব্বাস আলমদার আলাইহিস সালাম জনাবে মৌলানা আনিস রজা নকভি আফলাইয়া ও বরামদ করবেসেন নালি ফরন শবিয়ে আলম সরকারে ওফা আলমদার আলাইহিস সালাম মাতমি দস্তা আব্বাস বাওফা জান উস্তাদ আবিদ নাসির মৌজুদ হন ও আপনে মখসুস আন্দাজে সরকারে হুজ্জত দৌরান দি খিদমত ফুরসা পে তোমাদের সামনে জাকির আলে বেত সৈয়দ জান আলী শমসি সাহেব ইনা তো ফরন বাদ জনাব জাকির আলে বেত সৈয়দ ফরমেসেন বাওয়াজে বুলন্দ সালাওয়াত বাওয়াজে বুলন্দ সালাওয়াত নারে তাকবীর মাশাআল্লাহ